كرة تصل الآن بمحاولة ملعوبة لمصلحة المنتخب السويدي، فرصة نعم في الدقائق الأخيرة، في اللحظات الأخيرة، في الثواني الأخيرة من شوط المباراة الثاني، وفي الوقت بدل الضايع توبياس هايسن يسجل لمصلحة منتخب السويد ويعطي السويد التقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. شوف لحظة التمرير، شوف الكرة الماضية كيف كان الانسلال، شوف اللمسة يا السلام من توماس أو توبياس هايسن، يسجل الانتصار الأول للسويد في تاريخ مواجهاتها أمام منتخب أوكرانيا. هنا يضرب المنتخب الأوكراني وطموحات الجماهير الأوكرانية، لكن لمسة بتمريرة مثالية من أندريس فينسن، والكرة بعد ذلك في شباك الحارس ديكون، صمد كثيرا، تألق كثيرا.